أسلوب حياتنا هو اللي يدل علينا. شباب هوب. أنا لاعبة منتخب السعودي. أنا أخصائي أشعة قلب، هذه وظيفتي الأساسية. كيف عبر كل منهم بأسلوبه الخاص؟ التصوير كعمل مرهق جدا لأنه في مسؤوليات مرة كبيرة. إيش كان إحساسك لما تمثل المملكة في المنتخب الوطني؟ وأبكون بصمة. دام فيك النار هذه اللي جوا، هذا اللي حيمشيك. شباب هوب الثلاثاء السابعة بتوقيت السعودية على MBC 1.